مرحبا أحبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض كيك كتير كتير طيب ولذيذ وفخامي على الحل بهيدا الشكل الرائع، كتير روعة وبيتحضر بخمس دقايق. يعني أنا بقلكن بيتحضر بخمس دقايق تحضير وبخمس دقايق بس بينحط، بياخد وقت لنحطه بالبراد. بهيدا الشكل روعة، كتير كتير طيب وفخامي هيدا الكيك، رائع جدا مثل ما شايفين، وعن جد عن جد طعمي أطيب من الشكل. يعني الشكل قدي حلو بس الطعمي عن جد كتير طيبة. بهيدي لذيذة، كتير كتير لذيذ ورائع، بدوب دوبين بالتم، كيكة كتير روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، عنا هيدا الكيك. شو بعمل؟ بدي افصل الكيك عن الكريمة، الكريمة بحطها بالجات. نفس الشيء، طريقة كتير سهلة وبسيطة. هذه الكريمة هلا بدي اخفقها مع الكريمة اللي انا بدي احشي الكيك فيه. عندي هيدا القالب حطيته من الاسفل نايلو، وهون لفت ورقة زبدة. بدنا نصف الكيك بالقالب، بنصفهم بهيدا الشكل. صفيتهم بهيدا الشكل للكيك. عندي هوني نص ملعقة صغيرة سكر، نص ملعقة صغيرة نسكافيه، بحط فوقهم شي بسيط مي، بحركهم، حطيت فنجان صغير مي، بحطهم على الكيك، بنسقي الكيك من القهوة اللي عملناها. حطينا عليها نسكافيه قهوة سريعة الذوبان، هلا بحطهم على جنب وبدي اخفق الكريمة انا وياكم. بحط فوق الكريمة ملعقة اثنين، حطينا ملعقتين صغار كادبري، نص ملعقة صغيرة نسكافيه قهوة سريعة الذوبان. انتهينا من الخفق، القهوة اللي بقيت عندي بحطها فوق الكريمة، بخفقهم مع بعض لينخلطوا منيح. خفقناهم شي بسيط، هلا بدنا نحطهم فوق الكيك. حطينا الكريمة على الكيك، هلا اقل شي بحط الكيك بالبراد ساعتين. عنا 100 جرام شوكولا، بحط ملعقة صغيرة زبدة فوقهم، 3 معالق طعم حليب، دوبهم بالميكروويف او على البخار. هذه الشوكولا بعد ما دوبتها وصارت بهيدا القوام. هيدا الكيك كمان بعد ما حطيته بالبراد ساعتين، هلا بدنا نشيله من القالب.
حطت شوكولاتة جناش على الوعج، بتمنى منكم تعملوا لايك وشير للفيديو عشان صفحتي كتير عم تتراجع لورا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.